السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية المدارس السندباد الأهلية المرحلة الثالثة متوسط المادة الجغرافية. المحاضرة السادسة درسنا اليوم هو طرق النقل. تعليل: تلعب طرق النقل دور بارز في حياة الشعوب في وقتنا الحاضر، والجواب هو لتطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هذا هو جواب التعليل. وإذا كان سائر دول العالم تهتم بتحسين وسائل النقل وكذلك الاتصال، فإن التنمية الاقتصادية تتطلب التوسع في هذا المجال، أي مجال طرق النقل. إذن هنا عندنا سؤال: تتطلب التنمية الاقتصادية التوسع بطرق النقل؟ هذا هو السؤال، وجوابه هو أولا لأنها تربط أنحاء العراق ببعضها، ثانيا تقوم بإيصال المحاصيل الزراعية إلى السوق، ثالثا تنقل المواد المصنوعة من المعامل إلى المستهلكين، ورابعا تقوم بتقليل الفوارق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين المدينة والريف، خامسا تحقق توازن اجتماعي أفضل، وسادسا تربط العراق بالدول المجاورة لهم. هذا هو جواب السؤال. أما طرق النقل في العراق فتقسم إلى ثلاثة أنواع، وتوجد منها ثلاثة أنواع، اللي هو أولا الطرق البرية، ثانيا الطرق الجوية، وثالثا الطرق المائية اللي تشمل النهرية والبحرية. أولا الطرق البرية، تعتبر الطرق البرية هي من أوسع الأنواع انتشارا وأكثرها طولا. إذا هنا هذا احتمال يجيني كفراغ، صحيح العبارة فانتبه عليها. تعتبر الطرق البرية من أوسع الأنواع انتشارا وأكثرها طولا، وتشمل طرق السيارات وسكك الحديد. ألف طرق السيارات. أيضا عندنا تعليل: ترتبط جميع مدن العراق بشبكة واسعة من هذه الطرق، أي طرق السيارات. الجواب: لأهميتها البالغة في تجارته الداخلية والخارجية. هذا هو جواب التعليل. خريطة رقم 23، وانتبه دائما اقرأ الخريطة لأنها مهمة جدا. هناك ثلاث أنواع من الامتدادات لهذه الطرق: الأول مع نهر دجلة وروافدة، والثاني مع امتداد نهر الفرات، والثالث من الشرق للغرب. بذلك تكون معظم مناطق ومدن العراق الرئيسة تقريبا مرتبطة بطرق نقل. هاي طرق النقل تكون معبدة وجيدة. إذا انتبه أيضا هذه طرق النقل اللي تربط، أو يعني اللي تربط مناطق، معظم مناطق ومدن العراق الرئيسة تكون مرتبطة بطرق نقل تكون معبدة وجيدة. أما أهم طرق النقل اللي موجودة في العراق البرية حوضحها على الخريطة اللي هي رقم 23 صفحة 92، اللي هي خاصة بالطرق البرية. ومثل ما تلاحظون هنا مفتاح الخريطة موضح لكم العاصمة شنو رمزها، المدينة، الحدود الدولية شنو رمزها، والطرق السريعة والطرق الرئيسية شنو رمزها، وكذلك خطوط سكك الحديد. عندنا أول طريق اللي هو اللي يربط بغداد بالموصل. هذا الطريق الأول اللي يربط بغداد بالموصل، ويسير بمحاذاة الضفة اليمنى لنهر دجلة، يسير بمحاذاة الضفة اليمنى لنهر دجلة، مارا بالمدن الواقعة على النهر، مار بالمدن الواقعة على النهر، وتتفرع منه فروع تربط الكثير من المدن. ومن مدينة الموصل تمتد طرق أخرى إلى سوريا وإلى تركيا. من الموصل تمتد طرق أخرى إلى سوريا وكذلك إلى تركيا. هذا الطريق الأول. أما الطريق الثاني فهو بغداد الكوت العمارة البصرة. الطريق الآخر هو بغداد الكوت العمارة البصرة. هذا الطريق الآخر، ويسير بمحاذاة أيضا نهر دجلة. مثل ما تلاحظون يسير بمحاذاة نهر دجلة متجها إلى الجنوب، ويتصل مع طريق يصل إلى الكويت مارا بصفوان. إذن هذا الطريق يتصل مع طريق يصل إلى الكويت، هذا الطريق يصل إلى الكويت مارا بصفوان. صفوان تعتبر مدينة حدودية بين العراق والكويت. هذا هو الطريق اللي يمر إلى الكويت، اللي يمر بصفوان اللي هي الحدودية بين العراق والكويت. أما الطريق الآخر فهو بغداد الرمادي الرطبة، بغداد الرمادي الرطبة اللي موجودة بالأنبار. هذا هو الطريق الآخر، يعتبر هذا من الطرق المهمة. لماذا؟ هذا هنا عندنا تعليل، علل: يعتبر طريق بغداد الرمادي الرطبة له أهمية كبيرة. يعتبر طريق بغداد الرمادي الرطبة لهذا الطريق أهمية كبيرة، والجواب لأنه يربط العراق بالأردن. الجواب لأنه يربط العراق بالأردن. أما الطريق الآخر فهو طريق الحلة الديوانية السماوة الناصرية البصرة. الحلة اللي هي بابل، وكذلك الديوانية السماوة الناصرية البصرة. هذا الطريق يسير محاذيا لنهر الفرات، يسير محاذي لنهر الفرات، وتتفرع
منه فرع يمتد إلى كربلاء، يتفرع منه فرع إلى كربلاء ثم إلى السعودية عن طريق عرعر. عن طريق عرعر، وعرعر هي واقعة بأقصى شمال المملكة العربية السعودية، وتعتبر أيضا مدينة حدودية بين العراق والسعودية. الطريق الآخر هو طريق بغداد كركوك أربيل الموصل، طريق بغداد كركوك أربيل الموصل، طريق بغداد كركوك أربيل الموصل. ويسير هذا الطريق بمحاذاة نهر دجلة باتجاه الشمال، تتفرع منه طرق أخرى لتخدم باقي المناطق، طبعا المناطق المجاورة. من ملاحظتنا للطرق المذكورة نشاهد بأن مركز تجمعها هو بغداد. إذن هذه الطرق اللي ذكرناها هو مركز تجمعها بغداد. إذن أنا عندي تعليل، تعد بغداد ملتقى أهم الطرق البرية في العراق. تعليل، تعتبر بغداد أو تعد بغداد ملتقى أهم الطرق البرية في العراق، والجواب لما تتميز به من مميزات أخرى باعتبارها عاصمة للعراق. هذا هو جواب التعليل. الطرق الأخرى هي عندنا طريق بغداد الرمادي هيت حديثة، طريق بغداد الرمادي هيت وحديثة اللي موجودة هيت وحديثة هي بالأنبار، يعني الرمادي هي مركز الأنبار. فإذا هذا هو الطريق بغداد الرمادي هيت وحديثة، يسير هذا الطريق بمحاذاة نهر الفرات. الطريق الآخر هو طريق بغداد بعقوبة المقدادية خانقين، بغداد بعقوبة المقدادية وخانقين اللي موجودة بديالة، هذا هو الطريق، ويسير هذا الطريق بمحاذاة نهر ديالة وجداولة. هناك خطوط فرعية تربط هذه الخطوط الرئيسية فيما بينها أو توصل إلى مدن ومناطق مهمة أخرى. إذن الآن حنأخذ الخطوط الفرعية، اللي حنأخذها الآن هي الخطوط الفرعية، هاي الخطوط الفرعية، فانتبه انتبه، هاي الخطوط تعتبر الفرعية اللي تربط الخطوط الرئيسية فيما بينها. إذن هاي الخطوط الرئيسية اللي هسه ذكرناها، وهسه حنذكر الخطوط الفرعية. عندنا أول خط هو طريق كركوك السليمانية، طريق كركوك السليمانية. عندنا الطريق الثاني طريق الموصل دهوك العمادية، طريق الموصل دهوك والعمادية، العمادية موجودة بدهوك. طريق الغراف بين الكوت والناصرية، الغراف اللي هو بين الكوت والناصرية، هذا الطريق يعتبر الغراف بين الكوت والناصرية. الطريق الآخر هو طريق إلى النجف وآخر إلى كربلاء، طريق إلى النجف وآخر إلى كربلاء، ويتفرعان من طريق بغداد الناصرية كذلك البصرة مع الفرات. الطريق الآخر هو طريق البصرة الفاو، الطريق الآخر هو البصرة الفاو، البصرة الفاو. هذه هي الطرق الرئيسية والفرعية، فضلا عن مجموعة كبيرة من الطرق الفرعية الأخرى التي تصل لجميع مدن العراق وهي ذات أهمية اقتصادية وحضارية كبيرة. هناك طريق المرور السريع، إذا هذا عندي تعريف طريق المرور السريع. التعريف هو الطريق الذي يربط بلدنا العراق ببقية الدول العربية المجاورة مثل سوريا والأردن والسعودية والكويت. أعيد التعريف، تعريف طريق المرور السريع، انتبه عليه، هو الطريق الذي يربط بلدنا العراق ببقية الدول العربية المجاورة مثل سوريا والأردن والسعودية والكويت. هذا هو تعريف الطريق المرور السريع. أما السكك الحديد فهي لعبت سكك الحديد دور بارز ضمن وسائل النقل الأخرى في نقل الركاب والبضائع منذ مدة تزيد على 90 عام، انتبه عليها، وقدمت خلالها خدمات واسعة في حقل النقل. ويمكن التعرف على أهمية سكك الحديد من ملاحظة أطوالها خلال الجدول رقم 3، هذا مهم الجدول أقرازيا حفظه، حيث بلغ امتداد الخطوط حتى سنة 2006، انتبه عليها، سنة 2006 بلغت امتداد الخطوط على مساحة تبلغ 2320 كيلومتر. مساحة امتداد الخطوط السكك الحديد سنة 2006 بلغت يعني على مساحة 2320 كيلومتر، تشكل نسبة الخطوط الرئيسية من هذه المساحة 84%.
أما تبلغ الخطوط الفرعية نسبتها 16% من مساحة ال 2320 كيلومتر من مساحة تلك الخطوط. وهذا هو الجدول رقم 3 اللي يوضح لنا به نوع خطوط سكك الحديد وأطوالها. عندنا يعني الخطوط سكك الحديد الرئيسية تبلغ أطوالها 1960، أما خطوط سكك الحديد الفرعية فأطوالها تبلغ 360. نجمع 1960 ويا 360 حيطلع لنا 2320. أما أهم خطوط سكك الحديد، أيضا هذه هي أهم خطوط سكك الحديد، وأيضا حنلاحظها على الخريطة، الخريطة رقم 24 صفحة 94، هذه اللي خاصة بخطوط سكك الحديد في العراق. ومثل ما تلاحظون أيضا نفتح الخريطة موضح لكم الرموز، خط سكك الحديد، محطات، حدود دولية، نهار، بحيرات، فانتبه عليها. أيضا عندنا أول خط اللي هو خط بغداد البصرة وصولا إلى ميناء مقصر، خط بغداد البصرة من ثم وصولا إلى ميناء مقصر. خط بغداد البصرة يسير محاذيا لنهر الفرات. الخط الثاني هو بغداد الموصل ثم ربيعة إلى سوريا، بغداد بعد ذلك الموصل من ثم إلى ربيعة وبعد ذلك إلى سوريا. الخط الآخر هو خط بغداد القائم عكاشات، خط بغداد القائم وعكاشات اللي بالأنبار، خط كركوك بيجي وحديثة، خط كركوك بيجي وحديثة، كركوك بيجي وحديثة. بيجي هي موجودة بمحافظة صلاح الدين وحديثة بالأنبار. لهنا نكون انتهينا من درسنا اليوم، إن شاء الله تكونوا استفادتوا. مع السلامة.